اليوم في يوم الأرض والذكرى 46 اليوم الأرض نؤكد على تمسكنا بالثوابت وحق العودة، وهو حق فردي وجماعي ومقدس لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية، وبتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها، وأن القدس هي العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة للشعب الفلسطيني. اليوم هذه الجماهير الحاشدة التي خرجت في الداخل والخارج في يوم الأرض لتؤكد على تمسكها بالثوابت ورفضها لهذا الاحتلال. يا من جئتم اليوم هنا على أرض ميناء غزة، جئتم لتشاركوا في هذا المهرجان الكبير. قراءة الفاتحة. وتعزيز صمودنا وتعزيز صمود شعبنا ليس ترفا او عبثا بل لتوجيه رسائل، لان هذا المهرجان سيبدا في تمام الساعه الثانيه. وبارك الله فيكم الصحفيين، احد كفايتكم يعطيكم العافيه، الرجاء على الاماكن المخصصه لكم الاخوه. في هذا اليوم نحييهم من كل عام لنؤكد ونجدد على التمسك بحقوقنا الوطنية والتمسك بالأرض الفلسطينية المحتلة. يعني نطالب العالم كله أن يقف إلى جانبنا رغم أنه عالم ظالم، نعلم ذلك، ولكن وقفتنا في تلك الأماكن أو الفعاليات الوطنية تدفع تجاه الاعتراف بحقوقنا رغم عن أنف كل من يعادينا وكل من يتجاهل قضيتنا. نؤكد ونجدد عهدنا مع القدس ومع أراضينا الفلسطينية عامة أننا لن نهدأ، وستظل ثورتنا مستمرة إلى أن نحصل على حقوق الأرض الفلسطينية بتحريرها. هذه أرض أجدادنا نتمسك بها جيل بعد جيل، ولن نتنازل عنها نهائيا. منهم شهداء الداخل المحتل الذين حتى يومنا هذا جماهير شعبنا البعض. نحن نوجه تحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، الذي يثبت اليوم أنه متمسكا بأرضه وبثوابت الوطنية وبخيار المقاومة لدحر هذا الاحتلال الإسرائيلي، وهي رسالة لكل أحرار وشرفاء العالم والأمات العربية والإسلامية لنصرة القضية الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في نصرة أبناء شعبنا الفلسطيني. فنحن نؤكد أن الشعب الفلسطيني هو موحد في جميع أماكن تواجده، في جنين وفي نابلس وفي سخنين وفي المتلة وعرابة، وهذا هذه الوحدة اليوم نشاهدها ونلمسها بالميدان في الذكرى 46 ليوم الأرض، لنؤكد تمسكنا بالأرض وتمسكنا بالثوابت الوطنية الفلسطينية. ولا خيار أمامنا سوى مقارعة هذا الاحتلال بكل الأشكال النضال الممكنة حتى يندحن على أرضنا، والتسليم بحق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.